بقى افكر مثلا في واحد زي بوتين اعمل فيه كام؟ طب الله، طب انا اروح له فين؟ اه يا حبيبي انت مش تقرا 2 تصليهم بالليل؟ ولا انت الحكايه دي مش موجوده في حياتك؟ انا مش موجوده في حياتي، مفيش حال كده مع الله وصلاتين كده، ولا في السجود او ولا بعد التحيات، اللهم صل اللهم محمد النبي الرحمه في ايه لعبدك بوتين لما يكون هو بوتين ده رئيس روسيا، او الثاني بايدن رئيس امريكا، او الثالث اللي هو عمال يضرب في اذا اسلم وبقى مسلم، ايه رايك؟ ده سيدنا ده مع الناس اللي زي كده ان الله يهديها للمسلمين. طيب اوصل لهم ازاي؟ اقول الدعاء الناس دي بالهدايه، وما تعملش زي ما ناس تانيه كده يعني ايه اتباع الشيطان وما سمعهم حزب الشيطان والقصص ديت. طب ادع على الناس دي يا راجل، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم طيب لما دي دعا كتير على قلب ليس لك من الامر شيء ان اعفو واعفو عنك، يعني احنا هدفنا هدايه الخلق. طب اللي مات، اللي مات اذا كان مؤمن فهو مات في خير، اذا كان غير مؤمن هو ده اللي يزعل. اكيد ده سيدنا النبي، ده الاسلام، لان الدنيا لا هياش دار مستقر، احنا جايين هنا لتحقيق هدف معين، وهو الهدف عبودية الله سبحانه وتعالى وخلقت الدين والإنس الذي يعبدون، تحقيق العبودية. أقول هذا كان من الشرع لا تتعلم الدنيا استعلموا الأدب عشان المخلوق يموت بروح أكبر من كده. كده نتعلم وروح أكبر، سمعنا وأطعنا. ده الهدف من الدنيا، إنما مكاننا الأساسي مش هنا، إنما مكاننا الأساسي خالدين فين؟ الخلود هو الأساس، مش الموت والحياة والبعد، لا الخلود هو الأساس هو في الجنة. إن أبونا آدم خلق خلاص، يبقى احنا هنا جايين فترة نتعلم فيها ايه بقى؟ الاسلام. هو ده الهدف. طب احنا المسلمين شغلتنا ايه؟ لما يكون حد غير مسلم ومسلط على المسلمين طب يبقى مسلم. طب ما الناس دي عندها تكنولوجيا، طب ما الناس دي مسلمين، ولا احنا لازم يعني ايه نعم نكون مسلمين؟ فالناس دي يعني لازم يعني كده نتعامل معاهم كده ونبدا احنا ايه؟ يمكن الله سبحانه وتعالى عامل فينا كده بسبب تركنا دعوة هؤلاء. الله يسلمك معايا. ليه ما تسمعش كلام؟ ما تسمعش كلام ليه؟ مطلوب من كل مسلم، يعني مثلا نتنياهو ده نستلمه في الدعاء في البداية. ما هيحصل حاجة من اتنين لما احنا نعمل كده. يا إما نطلب له هداية فالله يهديه، أو يخلق الله سبحانه وتعالى يرفع صوت الأمة عليه. ده الشغل. ده جدي بقى. عايز حلول المشاكل ده جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فين الركعتين بالهدايه؟ وبالهدايه مش بالانتقام. الانتقام ده اللي عايز ينتقم ده مالوش علاقه بيه. مالوش علاقه بسيدنا النبي ولا يبقى معاه نصر ولا ليه ده حد بتاع نفسك. لا اخرج من نفسك. اخرج من نفسك. خلينا بقى في حول وقوه بقى الله يجيب لنا ايه؟ خلينا بقى نقاس بشكل عام. انا عمليا عندي دي مش شكلية، أعمل دهن وأعمل مش عارف إيه بتاع الشكل ده اسمها تنزيل. ماشي، هذه أوامر مأمور بها في وقتها ولها مقتضيات. ولها ظروفها بقى وحيثياتها والقصة. إنما ما هياش هي ديت أسباب الهداية الحقيقية، أسباب الهداية الحقيقية بتخليك تبقى إنسان صادق. يبقى كده الناس لما أتعامل في الفلوس أتعامل بضمير. وعمليات. بعد يبقى الشكل بقى الخارجي اللي بيعبر عن ايه؟ عن الموضوع ده، ويكون شكل خارجي مش نهايه، مش بصوره فكه ومبالغ فيها. يعني خليك كده من جوه حلو. خليك من جوه حلو. ربنا قال لك وصور الانبياء يعني ربنا يعني يخلصنا من الموضوع
مكتوب، فالله سبحانه وتعالى ايه ريحنا منه. طب اذا النبي ما اتحركش وده عن ده وده، كان هيفضل برضه الوضع، كان يتسلط بقى ايه عمر وغيره وكان خلاص بقى. يبقى ده جدي، يبقى الحل عند جدي سيدنا النبي، والله الذي لا اله غيره لا حل اخر، ما فيش حل للمشاكل اللي احنا فيها غير سيدنا النبي جدي. وده برضه حته، ولما تلاقوا حل تاني بيقولوا لي، عشان انا برضه عايز الاقي حل، لان انا ما بعيش مع حضرتك مش عارف ايه اللي بيحصل. الانسان الطبيعي انه طفل، لكن مع حل نعرفه اللي بقوله حضراتكم ده، ان نقوم بالدعوه الى الله كما يقول الله ورده كما فعل جد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دي اول حاجه ايه؟ ندعي لهؤلاء المسلطين علينا من غير المسلمين الى الاسلام. يبقى طب هل احنا فعلا مسلمين حقيقيين نستحق ان من التزم الاسلام راى فينا الاسلام؟ يبقى احنا نبقى الصوره دي، يبقى نكون مسلمين مخلصين رجاله، وندعو غير المسلمين انهم يبقوا ايه؟ رجاله في السجود ركعتين. ده لما يبقى انسان مسلم هيفرق. الناس اللي معاها التكنولوجيا والنووي ومسلطين علينا بالنووي وجايبين الاساطير بتاعتهم في اسكندريه دلوقتي وغيره وغير وغير وغير، كل الناس اللي لم يتحققوا مسلمين الموضوع فرق. امتى؟ لما نعمل زي ما سيدنا النبي عمل كده مع زي ايه؟ زي الكوشه. اللي حابب يسمع ويفهم مرحبا. اللي شايف ان في حلول ثانيه وقصص ثانيه وهنروح مش عارف نتاجر بمين ونعمل ايه، ربنا سبحانه وتعالى بس ربنا سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول الا بالله. لا حول الا بالله. لا حول الا بالله. مش كلمه نقوم بهدايته، انك لا تهدي الى صراط مستقيم وانك لا تهدي من احببت. يعني ايه؟ يعني احنا بنشاور كده على السبيل، بنقوم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم دعوه الناس الى الهدايه، ولكن تحقيق الهدايه نفسه في يد الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا الجزئيه اللي علينا ايه اللي هو ده؟ يبقى ركعتين، يبقى ارفع ايدي بالدعاء، اللهم اهد عبدك، وش اللهم اهد عبدك، اللهم اهد عبدك نتنياهو، اللهم اهدي كل خلقك، اللهم اهدي غير المسلمين، واخد الاسم كده اللي الله سبحانه وتعالى مسلطه عليا ومشهور كده باخد الاسم استلمه بالهدايه. يا اما حاجه من اثنين، يا اما الله هيهديها ويخلصنا منها، ولكن استلمه بالانتقام، هيجي لك انت من نفس النور، هي انت اللي هينتقم منك، لان الله سبحانه وتعالى بعتنا رحمه. الله بعتنا وجعلنا ايه؟ المسلمين. هو ده جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المسلمين اللي عرفوا هو ارسلناك الى رحمه للعالمين. قال البيت بيكملوا بعد سيدنا النبي، اللي انا واحد منهم ومعانا المسلمين رحمه ممتده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لبقيه الخلق. يبقى ندعي للناس ان الله يهديهم، ده شغلنا، واحلال السلام الحقيقي. هو الشغل ده لو قلت لحضرتك ما استفدت سلام. تحقيق السلام الحقيقي، ده السلام الحقيقي بمين؟ بامه السلام، امه الاسلام، امه الرسول، امه دول بقى اللي يحكم الكون. وبرضا الكون، الكون نفسه يقول لك تعالى احكم لي، ما هو تعالى مين احسن منك؟ انما حضرتك بقى احنا فين؟ ازاي؟ نسمع كده سنه ثانيه جدا، كده اللي عنده كون حد ما يتكلمش. سنه ثانيه جدا عنده حد ما يتكلمش في الوقت. وعلى فكره اصل انا بحبه قوي، هو بيحبني، هو ابني خلاص كده وانا ابني. فانا كمان غير ان هو جدي ده استناني لي ورسوله، فحبه بالنسبه لي حاجه كده مهما حكيت يعني ما. فهو معايا بقى وده منطقي. ليه بقى؟ اي حد عنده ابن من ابنائه والحد ده كويس او الحد ده اي بيبقى في اتصال، لان في صله قرابه وفي نسب، فممكن نشوفه كده. ده حتى موجود في الدراسات اللي هي الحديثه والافلام والكلام ده. طيب فده جد، فمنطقي ان انا هبقى دايما بعيد عشان بحبه كتير واخلاقي ايه؟ فده حبيبي. طيب ايه هستفيد ايه؟ انا بحكي لكم الحكايه دي ليه؟ لان جد ده قايل لي على حل جميع المشاكل بتاعتنا. تعمل ايه؟ او
مش مكلف يعني مكلف موضوع
باحثين او ناس بتدور على اصلاح او ناس كده عايشين يعني بين الشعوب كده على حسب.